السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إضافة تكست الواحد من أنوتيت، بختار تكست من غير ليدر خالص. هبدأ أكتب مثلا عمر، تمام. عايز أكتب مثلا حاجة بليدر بس في انحناء شوية، خلاص بختار دوت. أجي هنا أشاور على الحاجة اللي أنا عايز أكتب عليها وأبدأ أكتب الحاجة اللي أنا عايزها، مثلا كراون. تمام، ليه نفس الخيارات اللي كانت موجودة في الأوتوكاد ويمكن أكتر. عايز أغير فيها بس على مرتين. تمام، بيبدأ بيديني اختيارات كتيرة في تنسيق شكل الكلام اللي أنا عايز أعمله. بولد، اتليك، أندر لاين، عايز أخلي في محاذاة من أي ناحية زي ما أنا عايز. عايز أعمل مضيفات للوحة نفسها، ليه؟ إن أنا أعمل حاجات عادية، موف، كوبي، ميرور زي ما أنا عايز. دي الحاجات دي الخاصة بالتكنيك.